بسمة نعطيه لجميع الأمهات المغربيات، حيت الأمهات المغربيات هما اللي تعبوا ورباوا وكبروا. أي واحد كاين فواحد البوست إلا وراه الوالدة ديالو هي اللي ولداته ورباته وكبراته وحطاتو لنا في ذاك البوست. غادي نعطي وسام للوالد والوالدة حيت هما اللي يستاهلوا بجوج، حتى واحد آخر. غنعطيه لمي بارون، بابا وماما هما اللي كيستاهلوا أكثر، لراسي ولسيدنا. غنبغي نهديه للوالدين والأصدقاء ديالي. ما غنعطيه حتى شي واحد من غير الملك، علاش؟ لأنه هو اللي كيبان خدام في البلاد. وسام يستاهلوا أي واحد كيرفع راية المغرب داخل المغرب وخارج المغرب. الوسام نعطيه لماما وبابا ياك، حيت هما ولدونا ورباونا كبرونا وهما اللي يستاهلوا. سي محمد ولدي. علاش؟ حيت دوز معايا لمدة رمضان هنايا، و واحد مشى خلاني بوحديتي هنا، وعاد تذكرتو دابا وسبحان الله العظيم جات صدفة هكذاك. الوسام كنعطيه لشي ناس اللي كيعانيو بزاف، هما معوقين، وكنعاني من هذا المشكل شخصيا. عندي واحد نسيبي يعني في الكروسة ديالو ما كيتحرك، خصو اي حركه بغا يدير خص تهزو، خصك تحطو، خصك دير الطواليت، خصك توكلو، خصك تشربو. وناس اللي ما كاينش اللي يهتم بهم رغم الطلبات الكثيره اللي دارت للدوله وهذه وهذه، ما كاينش اللي يساعدهم. بحال هاد الناس بحال هادو هما اللي خصنا نورمالمون نتبعوهم ونعاونوهم ونساعدوهم، وهادو هما اللي خصهم اوسمه.